السلام عليكم، مازولك في الاول. مرحبا يسون. اليوم نتكلم على واحد المجاهد منسي من الثورة الجزائرية، ومعظم الجزائريين بالك جميع كما سمعوا به. هذا السيد هذا هو من المغرب ومن ناحية الناظور. السيد هذا هو حمادي الريفي، حمادة على لوش. السيد هذا من تولد في المغرب ودار التكوين ديالو في العراق، وعلى حسب ظني ولا قريت عليه ثاني في بعض المعقل بلا كنشوفوه، شارك ثاني في الحرب العربية الفلسطينية. لما كان هناك باش شي واحد كتب عليها، المهم السيد هذا كتب عليه العديد من الكتاب، ومنهم فتحي الذيب في الكتاب ديالو جمال عبد الناصر والثورة الجزائرية في هذا المقال. وأمام اشتداد ضربات المكافحين، حاولت الدعاية الفرنسية المتجسدة في الصحافة الاستعمارية أن تستغل من حادث إلقاء القبض على أحد ضباط جيش التحرير ممن تدربوا بالعراق في الثورة واستكملوا تدريبهم في فنون حرب العصابات بالقاهرة، والمدعو حمادي الريفي ليحاولوا تصوير القبض عليه على أنه نصر لفرنسا. المهم هذا السيد فرنسا تحكمته وداروا شهروا به، وهذا كان التحق بالثورة الجزائرية بالوساطة تاع واحد المسؤول المغربي، وكانوا بعثوه واقيل للولاية الثانية، ومن بعد بعثوه للولاية الثالثة منطقة القبائل. وثم كانت ثم ينبطاي وبلاساوح، ومن بعد حكموه. وهنا يقول لك كما معناتها، وهنا وقيل عقب 6 سنوات في التعذيب، ومن بعد قال شوية قال كاش حوايج. وهذوك الحوايج اللي قالهم يعني كانوا بديهيات، ماشي أسرار ولا حاجة. المهم ومن حبوا يدخلوا الثورة الجزائرية في مأزق، ويعني حبوا يستغلوه سياسيا، وحبوا يورطوا ثاني عبد الكريم الخطابي. يعني بلك نلقاوه هنا في كل بعض المقالات. ووقوعه في الأصل لأسباغها من الأكاذيب والتحريف على أقوال حمادي. وهنا يقول لك هذا السيد هذا كانوا داروا له كتبوا عليه في جريدة لوموند، وفجوا في مجلات باري ماتش ثاني، عندك الجريدة لوموند اللي خرجت 22 أفريل 1955. الجريدة هذا السيد حمادي، وهنا جريدة لوموند الفرنسية كما تشوفوا هنا الارتيكل ان انتروتيان افيك حمادي الريفي. وهذه الجريدة اللي حاب يدخل في المقر ديالها راح يلقى هذا الارتيكل هذا، ما يلقاش يعني مفصل، يلقى شوية منه. هاوليك هنايا تدخل في السيت ديالهم، انا اترتيان افيك حمادي الريفي.
éphémère conseiller militaire des hors-la-loi du Kabylie. اللي حبي يقراها يعني موضوع ماشي كما تشوف انا نفس الموضوع يعني اللي حبي يقراه يعني جريدة لوموند و هذا السيد ثاني كتب عليه واحد الكاتب نتاع الثورة ثاني هو المجاهد والدبلوماسي رابح مشحوذ يعني هذا كاشنا نقراو شوية الكتبات الكتابات نتاعو وتفهموا مليح هذا الانسان وتفهموا الكتابة ديالو. المهم هنا وش يحكي لنا على حمادي الريفي هنايا ورجعت فيها إلى طرابلس ووجدت هناك شخصا اسمه حمادي الريفي هو مغربي من شمال المغرب من المنطقة التي أجهنا من منطقة الريف بلك غلط بين الناظر والريف سمح لي عبد الكريم الخطاب ذلك الرجل وأقوى الرجل ويقول الرجل الوحيد الذي يؤمن حقيقة بوحدة المغرب العربي والذي تخرج من الكلية العسكرية العراقية مع الجزائر الذي ذكرته شباط السعيد ولا الترك السعيد خلينا نشوف نتوما شخص أهل المغرب اسمه حمادي عبد العزيز وشخص آخر هنا كان حمادي عبد العزيز وحمادي الريفي فكل من حمادي الريفي وحمادي عبد العزيز فلقد كنت أنا الذي أدخلتهما عبر الصحراء من طرابلس إلى الجزائر فحمادة عبد العزيز انتقل بعد إدخاله للجزائر من الولاية الثانية إلى الولاية الثالثة منطقة القبائل وهناك جرح في أحد المعارك وألقي عليه القبض وسجن وقدمته السلطة الاستعمارية الفرنسية إلى الإذاعة حيث تحدث واعترف بأنه جاء من القاهرة وأنه درس في الكلية العسكرية العراقية وأن اللذان أرسلاه هما الأمير عبد الكريم الخطاب وأحمد بن بلال إلى غير ذلك فبقي سجينا إلا أن عادت الجزائر استقلالها فوظف في وزارة الإعلام وهو كما قلت قد جرح في رجله ثم ذهب إلى المغرب وأعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة يعني الناس مكنش تعرف حتى إذا كان مازالو حي هذا السيد ويقولوا ثاني هو كان عايش في منطقة سطيف وسطيفية كانوا يعرفوها بالاسم نتاع عمي حموم حسب واحد الموضوع اللي يحب يقرأ عليه ثاني اللي يقرأ عليه ثاني كتبوا عليه في بعض الريسيتس أنا مارس مرايا باريس مرايا بريس 26/6/2010 سعدت قبل أيام بلقاء المجاهد الكبير عبد الحميد مهري في أحد الملتقيات الفكرية بالعاصمة الجزائرية وانتهزت الفرصة لأسأله عن تفاصيل بعض الأحداث التاريخية الخاصة بالجهاد المغرب العربي وعن بعض رجالته العظام مساعدي الأمير عبد الكريم الخطابي الهاشمي الطود وحمادي العزيز لقد أستاذ مهري الوثيقة والقديمة بهما فجأة إلا قبل اندلاع الثورة الجزائرية وشد ما صعقني به بقوله أنه التقى قبل أشهر قليلة أثناء زيارته الأخيرة إلى المغرب المجاهد حمادي العزيز الريفي وقد كنت أحسبه قد أقضى إلى ربه اسمه بأخباره وكيف يلف الصمت رجل كان اسمه يغطي الصفحة الأولى للصحف العالمية الفرنسية شاهين أنفيل ومي 55 قضى عليه جريحا في من قبل القوات الاستعمارية الفرنسية بمنطقة القبائل الجزائرية منطقة الولاية الثالثة وكان حينها المستشار العسكري
للولاية بتكليف من أحمد بن بلة الذي كان العزيز من مساعديه المقربين في إدخال الأسلحة. أنا كما قلت لكم سيد هذا بدأ بالتسليح. سعدان فرنسا طويلا عن إيقاعها بأحد أقد الثورة الكبار بالضابط العراقي، كان في العراق وهنا يشارك في حرب 48. يعني كما قلت لكم هذا كان ثائر بلا حدود ولا مجاهد بلا حدود كما تحب سميه. في الحقيقة بلكنا نقدر نقولوا له هو الشي جيفارا تاع المغرب. الاستعمار الفرنسية يوم ذاك من وعيها هنا كما كتب عليه في حي الذيب، هنا حبوا يدخلوا الإخوان المسلمين والقاهرة، يعني الفرنسيين حاولوا استغلال هذا اللي اسمه هذا. المهم يعني هذا باش نعرف بعض الناس بارك به وبالك نردوا الجميل لهذا السيد مسكين اللي قالوا عليه يعني حتى الجنسية الجزائرية ما كانلوش والمغربية ما عطوهالوش ثاني، ولا كان بعض الحوارات تدور في الغوم. المهم ان شاء الله عجبكم الموضوع، وتحية الجزائر والمجد والخلود للشهداء.